وضعية السكن الاجتماعي للنواب المحترمين مصطفى جبران، عبد الصمد قيوح، محمد البرنيشي، رشيد عدنان، عبد الواحد الأنصاري، حرمة الله محمد الأمين، محمد كريم، بوشتى الجمعي، عبد الليلة الصفدي، وابن ناصر والحرير من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد السائلين مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، في إطار محاربة مدن القصدير وتمكين سكانتها من سكن لائق، قامت الوزارة بمجهودات جبارة لتوفير ما أطلق عليه السكن الاجتماعي قصد القضاء النهائي على مدن الصفيح ببلادنا، إلى أننا أصبحنا نلاحظ بأن هذا السكن الاجتماعي قد ساهم أو سوف يساهم في غياب التنوع الاجتماعي والاقتصادي، نظراً لأن غالبية قاطني هذه الأحياء الشعبية ببلادنا هم من طبقة اجتماعية واحدة، خلافاً لما عاهدناه من تنوع من مختلف الأحياء الشعبية التي كنا نجد فيها المعلم والجندي كما نجد بها الطبيب والمهندس. في التنوع الاجتماعي ضروري لخلق التكافل الاجتماعي، وذلك بمساعدة الجار الغني لجاره الفقير، والعمل سويا على التربية الصالحة للأبناء ومحاربة الفساد. لذا نتساءل سيد الوزير، ألا فكرت الوزارة في خلق سكان يأوي كل من الطبقة المحدودة محدودة الدخل والطبقة المتوسطة حتى نضمن استمرارية التكافل والتضامن في من بين مختلف الأسر على مواجهة صعوبات الحياة، وشكرا. الكلمة للسيد الوزير. السيد النائب يطرح المشكل ديال التمازج الاجتماعي في البرامج الجديدة. غادي بحال اللي كيقولوا بالدارجة نصاب، نعرفوا غير نقراو الإرث التاريخي الرائع اللي خلاو الأجداد ديالنا في المدن العتيقة المغربية عددها 31، ونشوفوا التمازج الاجتماعي الرائع الذي كانت تضمنه المدن العتيقة القديمة المغربية والتساكن بين الغني والفئات الوسطى والفئات الفقيرة والمعوزة. اليوم هذا التمازج ما يمكنش ينظم أو يضمن بواسطة تنفيذ المشاريع، لا يمكن أن يضمن إلا عبر مرحلة إعداد وثائق التعمير. وهنا بغيت نوجه نداء للجميع وعبر مجلسكم الموقر إلى كل الفاعلين في ميدان التعمير، أثناء إعداد تصميم التهيئة كاينه واحد المرحلة اللي سميتها مرحلة البحث العمومي. في هذه المرحلة خص يكون واحد النقاش محلي كبير من أجل الدفاع على المكتسبات، من أجل إحداث التمازج، من أجل الدفاع على المرافق العمومية، من أجل الدفاع كذلك على الحدائق والمتنفسات ديال المدينة. كل ما سوف ينفذ من بعد وكل ما سوف يرخصه المجلس البلدي بتعاون من الوكالة الحضرية ما غادي يكون إلا التنفيذ الدقيق والحرفي لهذه الوثائق ديال التعمير. شكرا. شكرا. الكلمة لأحد السائلين مشكورة. سيد الوزير، الآن الكل يتساءل ما هي المدن التي سينجز فيها هذا النوع من السكن الاجتماعي، وما هو نوع الشريحة من المغاربة التي ستستفيد، وإقليم برشيد لأنه إقليم جديد، واش هو يعني مبرمج في هذه العملية، وشكرا. شكرا. الكلمة للسيد الوزير في دقيقة و 34 ثانية. أنتم تعلمون الأهمية الاستثنائية التي يوليها صاحب الجلالة الموضوع السكن الاجتماعي في بلدنا، فغير المشاريع اللي أعطاها الانطلاقة صاحب الجلالة نصره الله منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين إلى اليوم تفوق 370 مشروع عبر التراب الوطني، وكذلك الكلفة ديال هذه المشاريع الملكية بوحدها 65 مليار ديال الدراهم. إذا كاين حضور مكثف لهذا النوع من المساكين عبر مجموع التراب الوطني، ولكن إلى قارناها مع الحاجيات كيبقى هذا العرض
غير متوازي مع الطلب الوافر، وهذا هو الدينامية التي تشتغل عليها السلطة العمومية من أجل أولا امتصاص العجز، ومن جانب آخر التجاوب مع الطلب المتزايد كل سنة. فيما يتعلق بالرشيد ما فيها بأس، هذه وحدة من المدن اللي مع الأسف أنا أعترف أن ما عندش الوزارة ولا العمران فيها حضور قوي من حيث البرامج الجديدة. الحاجة الوحيدة اللي كنشتغلوا عليها اليوم هي واحد العدد كبير ديال الدراسات ديال البحث على العقار، إما عمومي ولا من عند الخواص، من أجل إحداث، وخاصة أن المدينة غتعرف تطور سريع، تطور مؤسساتي سريع، فالدولة مجبرة ملزمة أنه توسعها وفقا للقانون وتحدث برامج سكنية جديدة متنوعة في المدينة وفي الأطراف ديالها. وفي هذا الموضوع كاينة دراسة ديال البحث على عقار إما عمومي أو خاص. شكرا. شكرا.